بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين. مع آخر نقطة في الـ Spanning Tree، the MST and Rabbit Spanning Tree. الفكرة هنا معانا إن طبعا لو جينا بصينا للتكست، when the MST is enabled the Rabbit Spanning Tree protocol is automatically enabled. يعني عشان كده بيقولوا الـ MST شغالة رابد، شغالة سريع، مش زي الإيه البير فيلان اللي هي بتشتغل في الإيه بالهلو بتاعت التانية، بتشتغل بالبروبوزل والهاند شيك ودن. طبعا في سرعة في الأداء. The RSTB is the IEEE standard defined in 802.1w that speed up the convergence through the reliable handshake process. The RSTB defined the new port rule to automatically allow for functionality built into Cisco proprietary features such as the port fast and uplink fast. طبعا لما بتشغل RSTB بتديتكت اوتوماتيك لما يبقى عندك بورت رايحه لماشين محطوطه في الاكسس مود، بتديتكت ان دي ايه ادج بورت، وبتفعل عليها الايه الفيتشر اللي هي زي الايه البورت فاست والابلينك فاست والحاجات دي. وير ام اي؟ So such as the port fast and uplink fast. The RSTB edge port behave the same as BVST port fast enable port. يعني لما يبقى عندك بير VLAN spanning tree انت مضطر تروح تحت البورت تقول له ايه spanning tree port fast. في ال RSTB once ان البورت access هو بيفترض ان هي edge، فهو اوتوماتيك بيشغل عليها الايه functionality بتاعت البورت fast. ومع ذلك however to maintain the backward compatible configuration, the Cisco's implementation of RSTB doesn't automatically elect the edge port as the standard suggests. Instead, a port must be configured as an edge port with the spanning tree port fast command. خلينا نشوف عن سويتش 8 هنا. احنا موجودين نشوف سويتش 8 البورت اللي رايحه للبي سي تحت دي بورت ايه جيج 10. Do show spanning tree. Let's show the port fin log. Do show VLAN brief. The port gig 10.10.8. Okay, ربما عملناها trunk. Interface gig 10. Switchport mode. Access switchboard access VLAN. Let's say VLAN 15. Do show spanning tree MST2 gig 10. Should wait enough for this look. Learning. شوف دخلت في listening والlearning والforwarding مع انها في multiple spanning tree في الرابط. فال ال 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 المغزى او البوينت من التوبيك ده انه بيقول لك لازم تخش تحت الادج بورت وتكونفيجر الايه البورت فاست عشان تعمل compatible ما بين دي ودي، عشان البورت تخش على طول في الايه في الforwarding state. يبقى هنقول له spanning tree port fast. spanning tree port fast. It's okay. لما نقول له هنا do show MST2 again، لاحظ هنا كلمة ايه اتضافت؟ كلمة edge. دلوقتي لو انت قفلت البورت shut down. No shut down. المفروض ايه؟ ترجع في التوه واللحظه، ما تخشش تاني في الايه في المراحل بتاعتها. اوكي، يعني يا باشمهندس سوي تحسس بمجرد انه يعرف انه هذا اكسس، بس ما دام المود مال الانترفيس اكسس خلاص راح يسوي البورت فاست في الار اس تي بي. في الار اس تي بي في المالتيبل سبانينج تري انت محتاج الكوماند يبقى مكتوب، لانه مش هيديتكت اوتوماتيكلي زي اللي هناك. محتاج الكوماند سبانينج تري بورت فاست تبقى موجوده.
اوكي باي ديفولت السويتشات هو يجي معاها الرابد مو بالار اس تي بي، على حسب الرابد البلات، عفوا. على حسب البلاتفورم. في هنا في الفيرشوال سويتشات اوكي تلاقيها شغاله بالليجاسي اللي هي سي اس تي، في سويتشات تلاقيها اول ما تشغلها بالار اس تي بي، على حسب الفيرجن بتاع السوفت وير اللي موجود. واضح لك النقطه دي يعني؟ واضحة يا باشمهندس. جود باي.